حضرتك قبل الهوا واحنا في الفاصل، حضراتكم عندكم حوالي 5 مشروعات مهمه، قلت لي قولي 100. ليه عندي احساس انه عندكم شغل كتير قوي عايزين تعملوه في الدوره دي ان شاء الله؟ حضرتك احنا الدوره ده هي ده دور الانعقاد العادي الرابع بتاعنا. دي رابع سنه لينا في البرلمان منذ انتخابه او منذ الانتخاب في 2015. بقى لنا 3 سنين. اول سنه كانت الحقيقه مضغوطه جدا، تاني سنه نفس الحكايه، ثالث سنه النهارده المفروض ان احنا ابتدينا الدوله ابتدى يبقى ليها كينونه واضحه، ابتدى يبقى لينا اتجاه ماشيين فيه، اتجاه التنميه، اتجاه تنقيه القوانين القديمه، اتجاه ان احنا نتكلم في العشوائيات، اتجاه ان احنا نتكلم في المخلفات الموجوده في المباني، اتجاه ان احنا نبص ان احنا نحاول ان احنا نرتقي ببلدنا في الفتره اللي فاتت اللي هي عدت علينا، مش هقول بس 30 سنه الحقيقه، هقول اكتر من 30 سنه، بقالنا النهارده نقول حوالي 50 سنه تقريبا على الاقل، التنميه ما كانتش موجوده بالصوره اللائقه اللي تليق ببلد زي بلدنا. النهارده اللي حضرتك بتشوفيه من مشروعات تنمويه كبيره، من مشروعات قوميه، من تنميه واضحه، زي ما حضرتك كنت بتتكلمي اعتقد قبل اللقاء في ايكونومكس واللي كانت بتقوله على مصر، ان احنا نوصل النهارده بالبطاله من 2 ديجيتس ل 1 ديجيت، اوصل من 14% ل 9%. عفوا. ده في حد ذاته انجاز، انجاز بيبقى ما اعرفش ده الحقيقه لو ده يعني من الحاجات اللي هي تتحسب، مش بس تحسب لسياده الرئيس والناس اللي معاه الحقيقه ولينا احنا كمصريين، لازم نفخر بان احنا النهارده حاجه بنخوض حرب ثانيه. اعتقد ان ده العبور الثاني. احنا كل واحد فينا النهارده بيحارب، الجنود بتحارب على الجبهه سواء في الشرق في سيناء او في الغرب على الحدود مع ليبيا او في الجنوب. واعتقد ان احنا كمصريين كلنا مع في ظل الظروف الاقتصاديه اللي موجوده احنا كلنا بنخوض حرب. الحرب دي يا فندم، هل قبل ما ندخل في مناقشه تفاصيل ابرز مشروعات القوانين حضراتكم هتشتغلوا عليها، الحرب دي هل بتتطلب سن القوانين فقط ام كمان تطبيق القوانين ام فكره انه يبقى عندنا طول الوقت وعي كامل من الشعب بالصوره الكامله، حتى اللي الرئيس اتكلم عنها النهارده قال لك الصوره الكامله لازم نبقى شايفينها كلنا، الحرب دي عشان ناخدها وباذن الله ننجح فيها مطلوب مننا ايه في الفتره الصعبه دي؟ حضرتك احنا بالفعل بنخوضها. بالفعل بنخوضها لان زي ما بقول لحضرتك الظروف المحيطه بينا والحاله العالميه والحاله الاقتصاديه اللي البلد فيها واللي العالم فيها احنا فعلا بنخوضها. احنا نيجي بقى نقول اللي حضرتك سالتيه سن قوانين، سن قوانين ده نمره واحد. عندنا قوانين قديمه لا خلاف عليها، عندنا مشاكل في تشريعات لا خلاف. النهارده حضرتك ازاي بقى نطبق القوانين دهيا علشان نقدر ان احنا نحطها في صوره ان هي يلتزم بيها المواطن المصري، وبرضه زي ما حضرتك قلتي قبل اللقاء ان في كل مجال في اللي عنده ضمير واللي ما عندوش ضمير. سياده الرئيس النهارده بيتكلم على 2 ضباط زي ما حضرتك قلتي او زي ما سياده الرئيس قال في سريه واحده او في فرقه واحده، في منهم بطل وفي منهم بطل وفي منهم خاين. فلما نيجي النهارده نتكلم حضرتك ان احنا نقول لا لازم كلنا نبتدي ننهض، لازم كلنا نعرف ان هي حرب وحرب حقيقيه وحرب ضروس احنا الكل متربص بينا او معظم اللي حوالينا متربصين بينا. الحمد لله عدينا مرحله كبيره، عدينا مرحله مهوله. يا رب ان شاء الله يوفقه ويوفق الجميع ويوفق المصريين كلهم. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. برضه قبل ما ندخل على طول معلش بس الحديث مهم جدا. تحت امر. جه على بالي كده حاجه لها علاقه بالمشهد الاعلامي، فهسال حضرتك حاجه متعلقه بالمشهد البرلماني. هل رؤساء اللجان في البرلمان والساده الاعضاء كلهم يعني، هل بيبقى عندكم احساس انكم لازم تعملوا موازنه ما بين واجب حضرتك كبرلماني في انك تنتقد الحكومه، انك تنتقد الاداء، انك تقول ايه الصح وايه الغلط، وما بين مصلحه الوطن برضه اللي هو لنا نظرة مختلفة ولازم نبقى عارفين ان في قضايا امن قومي ولازم نبقى عارفين انه هناك ما يقال وهناك ما لا يجب ان يقال، الموازنة دي يا فندم هل طول الوقت موجودة عند حضراتكم كبرلمانيين؟ مش بس رؤساء اللجان، لا انا هتكلم على النائب، نائب بصفة عامة. لا حضرتك احنا في نقطة بس تعريف معين، احنا مش ضد الحكومة. احنا مش شغلتنا ان احنا ننتقد الحكومة، احنا شغلتنا ان احنا نبقى رقباء على الحكومة. لو في خطأ نقول لهم هناك خطأ ولا بد ان احنا حضرتك تحت القبه نبقى في منتهى الصراحه والوضوح، وما نحاولش ان احنا نعمل اي مجامله ولا اي موائمه، لان هو ده المكان اللي لازم انا ابتدي النهارده اجيب فيه الوزير او اجيب فيه المسؤول او اجيب فيه السيد رئيس الوزراء واتكلم معاه بمنتهى الصراحه
وبكل طلاقة. وحضرتك لو حضرتي احد النقاشات اعتقد هتذهلي من بعض التجاوزات اللي ممكن انها تحصل اثناء اللقاء. لا، في حضرتك ما بيحصلش الموائمة دهيا. مصلحة الوطن في ان انا اقول للمسؤول انا عندي الوضع الفلاني ده هو خطر. انا بقولها من واقع احساسي ومسؤوليتي واحساسي بالشارع، احساسي بالمعاناة اللي بيعانيها الناس. لو هتكلم على اختصاصي بتكلم مثلا سواء في المية، سواء في الصرف الصحي، سواء في الطرق، سواء في الاسكان، سواء في مخالفة المباني. ما هو في معاناة للناس. انا النهاردة لما اتكلم على قرية قصها الصرف الصحي، على الرغم من كل ما تم صرفه، على الرغم من ان احنا وصلنا النهاردة لعدد من الاف القرى ان هي دخلها صرف صحي، لسه قدامنا عشرات الالاف الاخرى. شغل كتير قوي لسه فاضل. ازاي ان احنا النهارده بنتكلم مع المسؤول ان هو النهارده يرفع كفاءه الموظف، يرفع كفاءه المقاول؟ ازاي النهارده اتكلم على انه يدخل حد ما يسرقش في المواصفه اللي بتتعمل؟ لا، بنهاجم المسؤول. بنوصل النهارده لمرحله مش بهاجمه عشان مجرد الهجوم، بهاجمه علشان انا حاسس وموجود ومحتك بالمواطن اكتر منه. احتجته طول الفتره اللي فاتت دي يا سياده النائب، احتجته بطبيعه الحال، يعني تهاجمه اكتر وتنتقده اكتر ولا تمدحه وتثنوا على الاداء الحكومي اكتر؟ لا، هو مع الاسف احنا بننتقد اكتر، لان طبعا احنا لما بنجيب المسؤول ما بيوصلش ده للشعب على فكره يا سياده النائب. ما هو يا فندم ما بيوصلناش كده يا فندم، بيوصل لنا ان البرلمان يعني زي الفل على الحكومه طول الوقت. والله يا فندم احنا المشكله كلها حضرتك ان احنا مش بنعملها للشو الاعلامي، احنا بنعملها احنا حضرتك قلما تلاقي لجان بتتذاع تلفزيون. حتى احنا الجلسات ان شاء الله السيد رئيس المجلس دكتور علي ان شاء الله يعني اعتقد في الفصل في الدور الانعقاد الرابع لا ان شاء الله هيبقى في اذاعه في القادمه باذن الله. فعلا؟ ان شاء الله ستذاع الجلسات ان شاء الله؟ في مناشده للداخليا حتى ان احنا نبتدي يبقى في اذاعه ان شاء الله. والكفه كده ان شاء الله هتروح لفين؟ الكفه هتميل لجهه ان احنا نذيع؟ هنذيع يعني؟ هتميل لناحيه الاذاعه ان شاء الله. هنذيع ان شاء الله.